بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم الخريج سيف محمد المرواني. اليوم راح أتكلم عن مشروعي زي ما طلب مني مستر جورج، على أساس وشو مشروعي، كيف سويته، إيش الأشياء اللي تقدرون تستفيدون منها في المستقبل لمشروعي مشاريعكم هنا في الكلية إن شاء الله. أنا مشروعي كان يعتمد على جهاز الراسبري. الراسبري جهاز موفر متوسط الكلية هنا، تقدر تحصل على كل القطع اللي انت تبغاها عشان تسوي مشروعك. انا مشروعي كان اسمه راسبري راديو، كان عندي جزئين استخدمتها عشان اسوي راسبري راديو، انه يشتغل يتوصل بالانترنت كونكشن، بعدين يشغل لك اي قناه في العالم اللي انت تبغاها. يعني هذا المجمل المشروع. كيف سويت مشروعي؟ هنا السؤال. الراسبري راديو عباره عن جهاز نقدر نشبهه انه كمبيوتر صغير، يعتمد كمبيوتر اشبه بالكمبيوتر العادي البي سي، بس انه صغير تقدر انت تغير فيه وتخليه بالشكل وتبرمجه بالطريقه اللي انت تبغاها. طيب الاجزاء الداخليه من الراسبري نفس اجزاء الكمبيوتر الشاسي، عندك يوجد فيه سي بي يو، السي بي يو حقه زي اللي هو اي ار ام اللي هو السي بي يو تبع الجوالات، عندك مداخل الشبكه الايثرنت، عندك مداخل اليو اس بي. أضيف بخصوص الراسبري، نزل منه موديلات كثيرة، هو بدأ في 2011، نزل منه ثلاث موديلات، موديل A, B and B plus. الحين صار فيه أربع مداخل USB وصار فيه زيادة في الرام. الرام الآن عندي الحين 256، الرام الجديد صار 512. الفرق بينه وبين أي كمبيوتر إنه يعتمد في تخزين البيانات على الميموري كارد، زي الميموري اللي يجي في الكاميرا، تمام؟ لكن في الكمبيوتر زي ما هو معروف ان احنا نستخدم الهارد ديسك بشكل عام، تمام. الجهاز يعتمد على اوبريتنج سيستم، زي الكمبيوتر في العالم لازم يكون فيه اوبريتنج سيستم عشان نتعامل معه. الاوبريتنج سيستم هو اللي صممته لينكس، اسمه راسبيان، تقدر تحصله، هو فري موجود مجانا على الانترنت، تقدر تحصله في الموقع وتحمله. بعد ما تحمل الراسبيان عندك على الجهاز، اذا انت الحين تبغى تسوي انستول اوبريتنج سيستم، يعني تبغى تثبت النظام على الراسبيري، تمام؟ تاخذ الميموري تبعك عن طريق برامج بسيطه، ادوات اسمها تولز، منها وين 32 ايمج ديسك. هذا البرنامج تقدر تستخدمه عشان تسوي انستول الاوبريتنج سيستم للراسبيان على الميموري حقك. بعد كذا تركب الميموري في الراسبري، توصل الكهرباء، توصل الراسبري، عندك مداخل اتش دي عشان تتواصل معه، عندك مداخل اتش دي HDMI، مدخل اللي هو ال RFC اللي هو المدخل العادي اللي هو الأصفر والأبيض والأحمر، تقدر تتواصل مع الشاشة عشان تعرض الراسبري. راح يشتغل معك السيستم، عبارة عن أيقونات، عبارة عن نظام لينكس، تقدر تتصفح فيه الإنترنت كبيسك، تقدر تصفح فيه الإنترنت، تتصل بالشبكة. كيف تتصل بالإنترنت؟ عندك حلين، إما إنك تستخدم الإيثرنت زي الكمبيوتر، أو إنك تستخدم الواي فاي كاب. الواي فاي كاب تركبه في اليو اس بي، مداخل اليو اس بي قبل تشغل الجهاز، وهذا شرط اساسي في الراسبري. بعد ما تشغل الجهاز راح تلقى عندك ميزه اسمها واي فاي، تبحث عن الشبكات الموجوده وتتصل فيها بكل سهوله، يعني ما في شيء صار. الميزه في الراسبري انك تقدر تبرمجه، تقدر تهيكله زي ما انت تبغى. كيف تهيكله؟ عندك في الكمبيوتر الشخصي سلوت اللي هي اكسبريشن سلوت، هذه تقدر تستفيد منها انك تضيف قطع زي الفيديو كارد، زي الوايرلس كارد، زي الانترنت كارد، يو اس بي كارد، تمام؟ في السلوت هذه في الراسبري ممكن تستفيد منها كاضافه. انا في الماي سيتويشن، يعني في حالتي انا، استخدمت البورده هذه. البورده هذه عباره عن ايش؟ عباره عن بورد انا قمت بتلحيمه، فيه شاشه ال سي دي راح تعرض لي البيانات ملحمه بالبورد طبعا، في بوتنز، وفي الاي سي اللي هو نحط فيه البرمجه حق الاوامر، والاخيره هذه القطعه اللي هي توصل لي بين البورده حقتي والراسبري، تستخدم السلوت هذه اللي هي اسمها جي بي اي او، يعني جنرال بربس انبوت اوتبوت. مجرد انك راح توصلها مع بعض راح تصير قطعه واحده، فهذه اسمها راسبري راديو باي فاي. الراسبري راديو باي فاي ميزاته انك تتصل بالانترنت، يعطيك عدد غير محدود من القنوات، يعطيك انك حتى انك تقدر تستخدمه ك ام بي 3 يعني، وتقدر تستخدم سبيكر خارجي او هيدفون. طيب كيف ابرمج الراسبري؟ كيف ابرمج البورده هذه حتى تصير معروفه للراسبري؟ تمام؟
عندك في الكمبيوتر عندك لما تيجي تضيف جهاز جديد زي الطابعة أو وايرلس كارد أو فيديو كارد زي ما سبق وقلت لازم تحمل الدرايفر تبعه تمام؟ عندك في الراسبيري راديو واي فاي أو في اللينكس تستخدم البايثون اللي هي أوامر بايثون راح تلقاها موجودة في النت وتبحث هذه الأوامر راح تعرف تسوي تعريف بين البوردة والجهاز بين الراسبيري والبوردة أنت توصل البورد الراسبيري حقك في الكمبيوتر وتفتح التيرمينال لاين اللي هي الأوامر كوماند وتبدأ تثبت الباكج اللي أنت تحتاجها الباكج هنا تمثل التعريف في الكمبيوتر التعريف هنا تمثل الباكج في البداية راح أبدأ أعرف الشاشة أحمل التعريف الباكج حق الشاشة أحمل أعرف البوتنز هذه كيف قدرت أتحكم فيها أتحكم بالجهاز والآي سي طيب بعد كذا راح يصير تقدر تتحكم في الجهاز وتغير القنوات من الأجهزة هذه وترفع الصوت وتنزل هذا كله اللي عندي يعني بخصوص مشروعي أتمنى أنكم استفدتوا وأي سؤال راح تحصلوا الإيميل عند مستر جورج ويخدم أخوكم سامي المروان.